رمضان الحمد لله كندوزو مع مولين الدار هنا في كازا، والأغلبية كندوزو الحمد لله في الجامع في التراويح وفي حال هكا الصيام وشوية لونطري ما قبل الفطور. الوجبات ضروري تكون الحريرة، لو ما كانتش حريرة في رمضان ما كاين والو، والبريوات ومسمن هادشي اللي كنفضل انا في رمضان. شي عصير بارد، شي عصير الليمون يكون بارد. لا لا خويا انا حاد كنطيب وميلي الزوجة هي اللي كدير كلشي. لا رمضان كندوزوها في العمل، ما كنبغيش نريح كون نجي في رمضان، باش لا ريحتي غتبقى في الدار غيدوز عندك النهار طويل. اللهم كتخدم، كنخدم في رمضان وفي العشية عاد كيبقى عندك خاوي تمشي للجامع تخرج شوية للقهيوة مع الدراري صحابو وصافي. لا كنفضل نخدم في رمضان، رمضان ماشي ديال الراحة، حيت غتريح النهار كامل ما غاديش غيدوز عندك نهار طويل، ماشي بحال الخدام دغيا كيدوز النهار كتحش بيه. بهاد المناسبة ديال رمضان اللي على الأبواب كنطلب من الله سبحانه وتعالى يحفظ هاد البلد وينصر سيدنا، الله ينصر ويخليه لنا، والله يخلي لنا والدينا كل الله يدخلوا على جميع المسلمين بالصحة والسلامة إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. المهم رمضان كنت عارف بلي رمضان إن شاء الله المغفرة، وحنا كاملين كنتسناو هاد الشهر المبارك. ايوا رمضان الله يدخلوا عليه المهم بالصحة والسلامة، واهم حاجة في رمضان هي الصلاة، شوية بنادم يتوب الله شوية ويشد واحد الطريق زوينة. ايوا المهم قلتي ليا كيفاش كدوز رمضان، رمضان راك عارف كيما كيدوزو جميع الناس، كنوجدو الفطور ديالنا وكذا، واخا حنا بعاد على العائلة شوية وهادي، المهم راك عارف تزوفيت وهادي. ايوا الحمد لله على كل حال، المهم اهم حاجة هي الصلاة، شو بنادم يشد واحد الطريق زوينة. ايه والله يدخلوا علينا جميع المسلمين بالصحة والسلامة يا ربي، والحمد لله على كل حال. صح احنا كاع كيف مغاربة كاملين راك عارف اللي اهم حاجة هي الشباكية والحياة وكذا، داكشي مسيمناش داكشي المغاربي الاصيل. ايوا هادشي اللي كاين، كيما كاع مغاربة احنا عندنا تقريبا عندنا نفس الافكار، فطور واحد في اي عائلة دخل شي عندها غتلقاه، والحمد لله. كنفتقدوا الوالدين بزاف، ما كاناش نكونوا معاهم، ولكن الظروف راك عارف بعداش علينا في اطار الخدمه وداكشي احنا بعاد عليهم، ممكن الحمد لله. اش غديه دابا شي 4 سنين بحال هكاك ما مدوش مع مامدان، كندوزو هنايا. ايوا اش غديه، ها الخدمه هي اهم حاجه كنقلبوا على طاف خبز. الخدمه الحمد لله بخير، كندوز خدمه زوينه الحمد لله. ما وعما رمضان ما خصش واحد ينعس فيه صراحه، خاصو يعطي يخدم بيه وخاصو يضرب شي يكون شي زوين. انت عندي اخويا والحمد لله، والحمد لله ما نقول لك ما شي شي قسم الله، انت هذاك شي قسم الله، ما الحمد لله بخير والحمد لله هذاك شي قسم الله، ما نقول لك والو شي قسم الله اش ديال الله. ما الحمد لله والله يا خويا رمضان زوين حق الله، علاش رمضان زوين الحمد لله، ما يجيك الجوع ما يجيك عطاس ما يجيك والو، الحمد لله يدوز رمضان زوين يدوز نهار زوين. انت ضروري يا خويا صار ياكل شي صحيبي الحمد لله، صار ياكل شي صحيبي ما كانش يصلي عايش عاد بحال الحمار حاسك ها تا الوقت، واه كلشي الوقت صحيبي هذا تكون انت تكون خدام ولا تكون هناك ضروري تسالي خدمتك انت. والحمد لله يا جميل اش يقسم لك الله، علاش رمضان انا في جميل الحمد لله، واحد خصو يصلي وخصو لك اش دا هذاك على النار كامل تناكلو ما دنا في الماكله والو. انت واحد يود المغرب خصو يشرب حليب وشرب شويه تميرات بارك، هو هذا هو الفطور عندي انا صراحه. انا كازا في اندوش كازا زوينه، تندوج كازا من مخير صراحه، رمضان تندوجو بخير شنو ندوجو في البلاد، البلاد النعاس